اوكي، خلينا نبلش مع اول يونت. طبعا اول يونت يتكلم عن how to live a long life، يعني شلون ان انا اعيش حياة مثلا صحية وطويلة. طبعا اسئلة بالنسبة حق اسئلة السيت بوك ما يجي 100% مثل ما احنا حاطين لكم، يعني هذه اجتهادات يعني خاصة بالمعلمات بالمدارس. بس بالامتحان ما يجي نفس صيغة السؤال 100%، ممكن يجي بطريقة ثانية، نفس السؤال نفس المعنى نفس الاجابات لكن بطريقة ثانية باسلوب ثاني. طيب انا بالنسبه حق اول يونت ممكن يعطيني سؤال مثلا ان keeping active is important مثلا، فيقول لي give reasons. طبعا الاجابه راح تكون شنو؟ to ensure a long life، يعني هذه الاجابه واضحه جدا. طبعا انا كل اللي قاعده اناقشه هني ممكن يكون عادي جدا بالرايتنج، فخلوا النقطه هذه ببالكم. طبعا اهم شيء انا المفروض اعرفه يعني باليونت هذا انه في عندي طريقتين حق keeping fit. عندي طبعا اول طريقه تكون physical او physically اللي هو يعني keeping fit physically، وعندي mentally. اوكي، فطبعا physically يعني جسديا بشكل جسدي، mentally يعني ذهنيا. alright، فخلنا اعطي examples. physically مثلا لما نقول مثلا by walking for example running، ممكن اللي موجودة عندي بالدرس اللي هي stretching، اللي هو stretching التسخين يعني. طبعا هني أي نوع من أنواع الرياضة يمشي، يعني any kind of sport، خلونا نقول any kind of sport، أي شيء تحطينه يمشي هني. وبالنسبة حق mental fitness يعني اللياقة خلونا نقول الذهنية in this case، طبعا أكيد بنقول reading، ممكن نقول playing مثلا اللي هما crosswords puzzles، crossword puzzles. ممكن نقول by playing chess مثلا، يعني أي شيء يتطلب يعني مجهود ذهني we can use it here. ممكن يعني سؤال مهم اللي هو مال الجرياتريك هومز اللي يصير هني بالفقرة هذه. طبعا شنو يعني الجرياتريك هومز؟ يعني دار المسنين. ممكن يجيني سؤال مثلا in Kuwait we don't see a lot of people taking their parents مثلا to geriatric homes، يعني ليش عندنا بالكويت مثلا أو الدول الإسلامية ما نودي أمنا وبونا حق الجيرياتريك هومز اللي هو يعني دار المسنين؟ طبعا الإجابة بتكون شنو؟ هذه هي طبعا Islam teaches children to honor their parents and show them compassion in their old age. لو بالنسبة حق الـ reported speech مشروح عندكم باليوتيوب، وطبعا مطلوب عليكم الـ statements والـ questions والـ orders، فما رح أضيع وقت فيها، شوفوها عندكم بالقناة. بالنسبة حق make و do حطيت لكم أنا ورقة، والحين برد أحطها مرة ثانية وكابتشروا. فمجرد ان انتم تعرفون مثلا كلمه ريسيرش نقول لها يو دو ا ريسيرش، يو دونت ميك ا ريسيرش، ويو دو اكسبيرمنتس، يو ميك افورت كذي. طيب ني على درس اللايف اكسبكتنسي، يعني يقولون ان الحين ناو دايز بيبل ليف لونجر، يعني الحين الناس هاليومين يعيشون حياه اطول. كل الافكار اللي ناقشتها انا معاكم اللي هني باول درس هني مع الافكار اللي هني ممكن كلها تنحط على بعضها وتصير موضوع تعبير ترى. فإذا أنتم لاحظين ترى يعني هذا تعبير الحين كل اللي قاعد أقوله لكم هذا تعبير، وأكثر من السيت بوك، كله من السيت بوك. فطبعا شنو نقول إن ليش why do people يعني live longer nowadays؟ مثلا في أكثر من سبب. نقدر نقول مثلا because مثلا nowadays we have خلونا نقول improved medical services، بمعنى آخر إن الخدمات الطبية يعني متطورة أكثر. ممكن نقول because يعني هذه موجودة عندنا هني بالدرس، because مثلا people look after يعني يعتني، look after the elderly مثلا. alright، نقدر نقول because people nowadays live a healthier life. ممكن نقول because life is easier، يعني حياتنا صارت أسهل من حياة اللي قبليين. في نقطة تابعة حق نقطة medical services، ممكن نقول إن we have مثلا technology equipped hospitals، أو بمعنى آخر ممكن أسميها
we have modern technology in hospitals مثلا ممكن نقولها كذي. ممكن نقول scientists مثلا have discovered a new medication مثلا يعني أدوية وحبوب وكذي أو علاجات يعني جديدة. Okay, so that's basically it. ممكن يجيني كذي ترى بالتعبير. سؤال مثل هذا ممكن يجيني بالتعبير. يعني تقريبا هذه أهم الأفكار اللي ممكن يجي منها تعبير بالنسبة حق unit 7 how to keep fit physically. عندنا how to keep fit mentally ذهنيا, how to treat the elderly, reasons of keeping active, why do people nowadays live longer. Okay, اليونت هذا أهم شيء فيه عندنا ال advantages وال disadvantages سواء حق يعني living in the town or the country. زين فهذه فكرة. ممكن الفكرة الثانية يقول لي مثلا describe your favorite place, يعني you pick a place يا أما town أو country و you describe it. Describe طبعا يعني وصف, ان تصفين او تصف المكان المفضل بالنسبة لك for living حق الحياة او العيش. No, فكرة ثالثة ممكن يعني مثلا how to improve يعني الحياة يا اما بالتاون او الكانتري. يعني ممكن يقول لي suggest ways, اقترحي او اقترح طرق على يعني علشان ان انا اطور او احسن الحياة بالمدينة او بالقرية. إنزين في شغلة مهمة وايد دائما يخربطون فيها الطلبة, إن شنو الفرق بين التاون والكنتري والفيليج والسيتي. يعني الامتحان ممكن يسألني عن تاون, ممكن يسألني عن كنتري, ممكن يسألني عن فيليج, ممكن يسألني عن سيتي, فأنا شنو أفرق بينهم. فنحفظها بالطريقة هذه, عندي السيتي وعندي الفيليج. طبعا انتوا اوريدي عارفين ان السيتي يعني مدينه, كويت سيتي مثلا هي المدينه صح ولا لا, وفيليج ماخذينها من قبل ان هي الريف او القريه يعني. نو بالنسبه حق تاون وكنتري نحفظ ان الاحرف القصيره مع بعض او الكلمه القصيره مع الكلمه القصيره والطويله مع الطويله. شنو يعني؟ يعني سيتي هي نفسها تاون, يعني لما يسالني عن تاون كانه سالني عن السيتي, ولما يسالني عن الكنتري كأنه سألني عن الفيليج. يعني كونتري هي قرية والتاون هي المدينة. طبعا بالنسبة حق الأفكار اللي تكلمت عنها الأدفانتجز والديسادفانتجز وهاو تو امبروف ومثلا ديسكرايب يور بليس, طبعا أنا حطيت لكم إجابات السيت بوك اللي قبل هذه, فرجعوا إذا أنتم كابتشرين you will find them إن شاء الله. فعموما ملخص يونت 8 اللي مطلوب منكم تعرفونه كأفكار ممكن تي تعبير advantages and disadvantages of living in the city أو town. عندنا advantages and disadvantages of living in the country أو village, وعندنا describe your favorite place to live, و how can we improve life in the city أو town أو مثلا يقولي in the village أو country. طبعا هذه كلها ممكن تيني بالتعبير وموجودة عندكم بالست بوك طبعا, so you just have to memorize them, بس مجرد انكم تحفظونها. بالنسبة حق القاعدة عندي الانفيرجن مشروحة لكم already, وعندنا شنو بعد, بس هذا المهم. طبعا عندي الايديمز هني pick and choose, by and large, nearest and dearest, etc etc, يعني لازم تحفظونهم. طيب بالنسبة حق unit 9 في يعني كذا فكرة, بس في فكرتين دائما يخربطون بينهم الطلبة عموما. يعني ممكن يهم سؤال how do people in the past and people nowadays spend their free time, يعني وقت الفراغ شلون يقضونه مثلا. فهني في ناس في طلبة يحطون الأولد games والنيو games. أوكي مو مشكلة تمشي حالها إن بوقت الفراغ يلعبون games, لكن لما يجي سؤال مثلا what are the old games مثلا people used to play أو the new games مثلا, إن مقارنة بين the old games والnew games, هني في طلبة شنو ممكن يحطون مثلا إن 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 in the past people used to gather مثلا in coffee houses, إن يروحون القهاوي. يعني طبعا القهوة إن 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 الرجال مثلا يتجمعون بالقهوة هذه مو old games, فننتبه يعني نفهم السؤال عدل علشان لا نخربط. Now بالنسبة حق السؤال الأول free time, how do people spend their free time nowadays and people in the past. Now إحنا قاعدين نتكلم عن شنو, عن وقت الفراغ شلون يقضونه الناس قبل, شلون كانوا يقضونه وإحنا الحين شلون نقضي. So people in the past نقدر نقول they used to play old games, okay ماشي, they used to gather in coffee houses يعني القهاوي. ممكن نقول they used to visit relatives يعني يزورون أقربائهم وكذي, أو visit family members أو يعني أي شيء كذي.
بس ما أبي أحد يقول لي مثلاً they used to go مثلاً diving، إنه يروحون يغوصون الغوص على اللؤلؤ وما أدري شنو. لأن الغوص على اللؤلؤ والأشياء الثانية هذه كانت وظيفتهم، مو free time. إحنا قاعدين نتكلم عن free time activities، يعني بوقت فراغهم شنو يسوون. مو قاعد أتكلم عن وظيفتهم شنو كانت، لا قاعد أتكلم عن وقت الفراغ. فلا تحطوا لي diving وما أدري شنو. بالنسبة حق nowadays، يعني you can write so many things. ممكن نقول watch movies, chat online, go on social media, play video games، وايد أشياء. أوكي خلصنا من الفري تايم، إني على الجيمز. ممكن يبني إن أميز بين games of the past and games of nowadays. طبعا ممكن يجيني ان مثلا give examples. طبعا عارفين games of the past عندنا مثلا الدامة، عندنا الحيلة، عندنا so many things. لكن السؤال الأهم ممكن يجيني ان انا اميز بين games of the past and games of nowadays. فان this case شنو راح اقول؟ طبعا اهم نقطتين لازم اقول ان games of the past are more social، يعني اجتماعية اكثر، multi player، يعني اكثر من شخص يلعبها. زائد لازم أقول هذه نقطة وايد مهمة، إن items used بالgame يعني are either taken from the surrounding environment or are handmade. شنو يعني كذي؟ يعني الأدوات المستخدمة باللعبة يا أما أنها تكون من صنع اليد، يعني أو أنها تكون شنو، تكون من البيئة المحيطة، صخرة، خشب، whatever يعني كذي. اوكي نو بالنسبة حق games of يعني nowadays or today's games، يعني ممكن نقول ان هي يعني can be played individually or socially او in groups. يعني بس اهم نقطة فيهم يعني ان you have to say that technology is highly involved، يعني يتم استخدام التكنولوجيا. ممكن نذكر ان there are مثلا simulation games، imaginary games، يعني خيالية، العاب محاكاة. طبعا بالنسبة حق القواعد بهاليونت الكوزيتيف موجودة عندكم again باليوتيوب، وفي شغلة هني انا محطتها لكم اللي اهما عندنا هني suffixes وهم عندنا prefixes later on، فاشرحهم الحين على السريع. مثلا لما تكون عندي كلمة friend for example، طبعا كلمة friend عبارة عن شنو؟ عبارة عن noun، اسم، صح ولا لا؟ now اي شيء ينحط قبل الكلمة هني نسميه prefix، مو مهمة التسمية بس نسميه prefix، اللي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الأحرف اللي تنحط قبل الكلمة. أوكي غالبا شنو تكون وظيفتها؟ تسوي ضد مثلا أو شغلة كذي. أما عندنا الأحرف اللي تنحط عقب الكلمة هذه نسميها suffix. أوكي الأحرف اللي تنحط عقب الكلمة. Now the suffix يغير the part of speech of the word. شنو يعني part of speech؟ يعني إذا كانت noun غالبا تتحول الى شيء ثاني. يعني friend عندنا مثلا قلنا noun، اذا حطينا لها suffix ly راح تصير friendly اللي هي طبعا adjective مو adverb، وايد تخربطون فيه. اوكي لكن اذا حطينا احرف مثلا قبل، مجرد انها ممكن انها تصير ضد شيء كذي يعني، لكن ما راح ياثر على part of speech. يعني هذا اللي المطلوب عليكم تعرفونه. يعني مثلا نفس لما نقول unfriendly، اوكي فصارت ضد، يعني ودود غير ودود. سو بمعنى اخر يعني عندنا احنا البريفيكسز تاثر لي على شنو؟ تاثر لي على المعنى. اما السفكس تغير لي البارت اوف سبيتش اوف ذا وورد. يعني هذا اللي المفروض انتم تعرفونه، لكن هل يجيكم بالامتحان؟ استبعد يعني ولا مره يابهم، وقواعدكم انتم ادسم يعني من كذي. نو بالنسبه حق درس معصومه المبارك مهم وايد من ناحيه الترجمه، يعني في فقرتين ممكن يجون ترجمة، فأبيكم تتدربون انزين على خلونا نقول الفقرة هذه مع الفقرة الأخيرة عندكم من سطر 14 لآخر شيء. وشايفين الجزئية هذه، أنا أتكلم عن الجزئية هذه اللي تحتها خط، يعني هذه من الخط هني لحد آخر شيء. فالجزئية هذه اللي حددت لكم إياها هذه تدربوا عليها، حاولوا أن أنتم تترجمونها بروحكم، لأنه هذه أهم يعني فقرتين بالدرس. أوكي درس الفوكس أون هذا أستفيد منه من ناحية شنو؟ يعني إذا بيجي يفيدني بالرايتنج، يفيدني بالرايتنج إن أنا أخذ منه أفكار خاصة من الفقرة هذه اللي فوق شايفينها، ممكن تفيدني أخذ منها ايديز حق التعبير. زائد إن أنا أخذ منها أمثلة على الألعاب القديمة، فممكن إن أنا أستخدمها يعني أمثلة بالتعبير.
طبعا كل الأفكار اللي ناقشتها وياكم من قبل، شنو يسوون مثلا بوقت فراغهم الناس قبل والحين، وشنو ألعاب قبل وشنو ألعاب الحين، يعني هذه كلها أفكار تجاه الأوساط الخدامة، هذه كلها أفكار ممكن أن تأتيكم بالتعبير. أوكي، فإذا الأفكار المطلوبة يعني بخصوص يونت 9 عندنا spending free time، شلون إحنا واللي قبل كانوا يقضون وقتهم مقارنة، يعني بطريقة يعني إن إحنا إن how to spend the free time، زائد الجيمز مقارنة بينهم now and before. عندنا نقطة مهمة وايد اللي هي the items used in games، خاصة games of the past، what items did they use. وعندنا مثل ما قلت لكم إنها مقارنة، شنو الفرق بين الألعاب قبل وألعاب الحين، أو حتى how to spend the free time، نفس الأفكار يعني. أوكي، إني على unit 10 pushing the limits، وايد يجيهم بالتعبير صراحة. أوكي، ممكن بالتعبير يجيني سؤال مثل هذا، إن going on an expedition، شنو يعني going on an expedition؟ To go on an expedition يعني إني أمارس رياضة خطرة، risky sport أو dangerous sport. ليش أنا دائما أقول unit 10 حلو ودائما يبون منه؟ ليش دائما يبون منه؟ لأن في وايد أفكار، وايد أفكار. ففي أربع أفكار أساسية ممكن إنها تيجي بالتعبير، ممكن يطلب مني الكواليتيز. الكواليتيز يعني أنا إذا أبي أمارس رياضة خطرة شنو الصفات اللي لازم تكون موجودة فيني؟ لازم I should be brave, I should be brave, I should be ambitious, I should be physically fit مثلا. وايد أمور عندكم إياها بالأوراق مالت السيت بوك اللي كابتشرتها لكم. وعندنا النقطة الثانية الـ preparations، شنو يعني الـ preparations؟ يعني الاستعدادات، يعني شلون أنا استعد إذا أبي أمارس رياضة خطرة. فطبعا حسب الرياضة، إذا قال لكم السؤال مثلا اختاري رياضة، أوكي that's good، إذا ما قال يعني نتكلم بشكل عام. طبعا بالنسبة حق الاستعدادات ممكن يبهلي يعني بصيغة ثانية، ممكن يقولي what do you need to go on an expedition. فان ذس كيس يقصد الاستعدادات، شنو انا لازم اودي معاي. طبعا لازم اقول ان ملابس ملائمه suitable clothing مثلا، لازم اقول مثلا enough food enough water مثلا first aid kit مثلا، يعني الاستعدادات موجوده عندكم بعد بالست بوك. نو النقطه الثالثه راح يطلب مني difficulties، او ممكن يطلب مني difficulties، ممكن يبها يعني ممكن يحط كلمه ثانيه، ممكن بدل ما يقول لي difficulties ممكن يقول لي risks، يعني المخاطر أو الصعوبات نفس المعنى ثنتينهم. يعني أنا مثلا إذا أبي أمارس مثلا رياضة مثل تسلق الجبال مثلا، شنو المخاطر اللي ممكن تواجهني. الشغلة الأخيرة عندي reasons، الأسباب ليش أي شخص ممكن أنه يعني يجبر نفسه أو يستمتع بأنه يمارس رياضة خطرة. طبعا هذه كلها موجودة عندكم بالأوراق اللي صورتها لكم ملوت السيت بوك، so we don't have to go through them. أوكي، في سؤال هني مال زيد الرفاعي أكثر من مرة سألوني عنه، اللي what are زيد الرفاعي's aims. ما أتوقعيكم سؤال كذي، بس يعني بما أن سألوني عنه وايد بقول لكم عندنا two aims. الأيم الأول to highlight كاهي to highlight the importance of protecting the environment، هذا الأيم الأول. الأيم الثاني to inspire other Arabs to become involved in the sport، يعني إنه يلهم الشباب إنهم يمارسون الرياضة هذه. بالنسبة حق القواعد طبعا محطوطين لكم باليوتيوب، القاعدة هذه adjectives with A راح أحط لها ملخص. الدرس هذا طاف 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 طاف. فعموما ملخص اليونت بالتعبير شنو احتاج اعرف: reasons of pushing limits, risks اللي هما نفسهم difficulties, preparations و qualities. نو بالنسبة حق يونت 11 يعني اسخف واملق واكره يونت عندي صراحة بالمنهج كامل، يعني يجي منه تعبير يعني استبعد صراحة استبعد، لكن ممكن انه يجي منه ست بوك عادي استبعد، لأن صراحة ما في يعني lots of things to talk about، ما عندنا وايد أفكار نقدر نتكلم عنها، فصعب صعب إنه يجي منا. يعني طبعا أهم فكرتين باليونت عندنا الـ space technology اللي هما التكنولوجيا المستخدمة في الفضاء، شلون سهلت حياتنا على الأرض.
اللي هو احنا نتكلم مثلا عن الواي فاي تكنولوجي او الوايرلس تكنولوجي، مثلا الوايرلس كوميونيكيشن. فنقدر نقول ان هي ساعدتنا بان احنا مثلا يعني to improve communication on earth. فهني بالحالة هذه راح نذكر شنو، نذكر الاشياء اللي اللي صنعناها حق الفضاء اصلا واستخدمناها على الارض. مثلا شنو؟ مثلا عندنا نقول الوايرلس كونكشن، مثلا الموبايلز، نقول تي في، الاشياء الثانية هذه كلها. ممكن يجي سؤال ثاني مثلا يقول give reasons for مثلا exploring the space أو studying the space. أو ممكن يجي سؤال مثلا are you for or against space exploration، يعني هذا سؤال ممكن يجي بالتعبير. أوكي، ممكن يجي سؤال عن بالتعبير أو حتى set book are you for or against space exploration. طبعا إذا كتبت against راح أقول إنه because it's expensive مثلا. في ناس ممكن يقولون it's a waste of time، يعني أكثر من سبب. بالنسبة حق for، if you are for، for يعني مؤيد. okay، ممكن أقول because it helps us to understand the world around us، يعني إن إحنا يعني نفهم العالم بشكل أفضل. ممكن نقول to understand weather changes، تغيرات المناخ مثلاً. وايد وايد شغلات، يعني to gather information، to discover new planets، وايد وايد شغلات. so بس صراحة يعني هذا بالنسبة حق unit 11، يعني ما أدري شنو ممكن يجي منه صراحة. يعني unit totally scientific، علمي بشكل بحت وغثيث، وماني فاهمة يعني حتى set book اللي فيه ما أدري شلون صايرين. ماشي، إني على القواعد. الباسيف فويس طبعا موجود عندكم بالقناة، either or neither nor و both and موجودين عندكم بالقناة. شنو عندنا بعد؟ في سؤال قديم، هو قديم من أيام ما كان السيت بوكينا سبيسيفيك، بس لازال يتكرر، وهو من الفقرة هذه اللي هو the role of the Islamic civilization يعني in space exploration. يعني شنو كان دور الحضارة الإسلامية في مثلا الاستكشافات الفضائية أو whatever. يعني هي الإجابة هني بس مو مقنعة كلها. فالإجابة تكون هني إن أبولو 15، رحلة أبولو 15 took with it the first surah of the Holy Quran. ما أدري، يعني هذا هو السؤال المنتشر وهذه هي الإجابة النموذجية المنتشرة، بس ما أعتقد النبي. بس anyway، السؤال لا زال ينتشر بين المدارس. بخصوص الفقرة هذه، يعني في عليها أسئلة ست بوك وايد مو شوية عن الايركرافت تكنولوجي، لكن صراحة أنا شفنا الأسئلة هذه وايد 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 سبيسيفيك. أنتو تيكم أسئلة مور جنرال، ما أعتقد يجي سؤال كذي. فالأسئلة اللي هني حتى ما تي أصلا، ما توقعتي حتى بالتعبير، لكن يعني اقروها مجرد قراءة. يعني اللي هي الأسئلة مالت الايركرافت تكنولوجي، إنه والله الايربلينز انجينز ار كوايتر، ما أدري شنو لور فيول، اللي صورتها لكم يعني مروا عليها، اقروها مجرد قراءة يعني. ناو اليونت هذا مهم مهم مهم، يجي بالتعبير ويجي سيت بوك وكل شيء، كل شيء، كل مكان تتوقعون ممكن يجي. في شغلة باي ذا واي بخصوص يونت 10، ممكن يكون سؤال عن الريكورد بريكينج. ممكن يجيني سؤال what are the advantages and disadvantages of breaking records، أو مثلا what are the pros and cons of breaking records. طبعا هذه موجودة عندكم بالست بوك، حتى اللي أنا مصورتها لكم أنا كاتبتها بخط إيدي بعد. ليش تذكرتها؟ لأن في سؤال مشابه تقريبا حق اليونت هذا عن child prodigies. ممكن يجي سؤال مثلا حتى بصياغة تكون ممكن مختلفة، سواء set book أو تعبير، إنه what are the pros and cons of being a child prodigy مثلا. طبعا هذه شغلات، هذا اللي مطلوب منكم يعني تعرفونه باليونت. هذه شغلات حتى لو مو قارين لدروس ممكن أن تجاوبون عنها. ممكن إذا يعني سؤال مثل هذا، يعني the pros and cons of being a child prodigy، شنو إيجابيات وسلبيات إني أكون طفل موهوب مثلا. طبعا هذا موجود already عندكم بالست بوك،
هذا السؤال وايد مهم. How can you improve your own talents؟ يعني إذا أنا عندي موهبة معينة شلون أنميها، شلون أطورها؟ السؤال الثاني How to achieve your dreams؟ شلون أحقق أحلامي؟ أوكي، فهم هذولا بعد موجودين عندكم بالست بوك. What should we do for talented children؟ إذا عندي طفل موهوب شنو لازم أسوي وياه؟ طبعا أكيد لازم أقول إنه we should support them, we should encourage them, we should sponsor them، صح ولا لا؟ طبعا هذه كلها هم again أكرر موجودة عندكم بالست بوك، لكن هذا السؤال الأخير مهم وايد 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 وايد. ممكن يجيني سؤال كذي مهم وايد: Child prodigies should be treated as special needs children. يعني شنو؟ طبعا السؤال يقول Do you agree or disagree؟ يعني شنو؟ يعني الأطفال اللي عندهم موهبة معينة أو talent معينة، يعني الأطفال الموهوبين أو العباقرة، يعني لازم نعاملهم معاملة يعني أطفال، خلنا نقول ذوي احتياجات خاصة. طبعا ذوي احتياجات خاصة بمعنى ان لهم تعامل مختلف، نعاملهم بطريقة مختلفة، ما نعاملهم نفس باقي الاطفال. فطبعا do you agree or disagree؟ طبعا اذا قلنا I agree انه والله الطفل العبقري او الموهوب ان نعامله معاملة خاصة، ممكن ان احنا نقول because in this way if we treat them differently they are going to improve their talents. ممكن أقول they are going to achieve something big, they are going to benefit the society. مرة ثانية هذا موجود عندكم بالأوراق ملوت السيت بوك. وممكن أقول لا I disagree, they shouldn't be treated differently. إن أنا أختلف، لازم ما أعاملهم بشكل غير عن باقي الأطفال. السبب الرئيسي والأهم اللي أبيكم تذكرونه if you disagree with this، السبب الأهم إنك تكتبين إنه لازم يعيش طفولة طبيعية. فشنو نقول؟ نقول I disagree because in my opinion they should be allowed to live a normal childhood. طبعا أكرر هذا كله موجود عندكم بأوراق السيت بوك اللي حطيتها أول شيء وكبشرتوها. يعني هذا ملخص اليونت الأخير، خلنا نشوف القواعد. طبعا عندكم joining with ING حطيتها لكم أمس على اليوتيوب. أوكي، عندنا شغلة أخيرة as طبعا ما يبلها شرح، ما أخذينها أنتم من المتوسط، بس الحين بحط لكم شغلة من مذكرتي وكبتشروها. أوكي، وخلنا نشوف اللي ورا. هالدرس طاف، نشوف هذا. هالدرس طاف. أوكي، إني على درس مها الغنيم، يعني زحمة شايفين. طبعا أنا يمكن مترجمة مع طالباتي الفقرة كاملة، يعني التكست كله، لكن أنا أقول لكم إياها المهمين الفقرتين الأخيرات هذولا، هذه مع هذه، فودي ان انتم تتدربون عليهم، تدربوا على الترجمة على هذه وهذه. انا بصور لكم الصفحة بس ما اعتقد راح تكون واضحة. يعني انا شو مسوية؟ مترجمة بعض الكلمات الصعبة، اذا شايفين حاطة سهم وكاتبة وكذي. بس انا المشكلة بالانجليزي الواحد ما يفتش خطي هالمرة بالعربي. فانيوي بصورها لكم، نزين بزوم يعني على الفقرتين هذولا وبصورهم لكم، وانتو عاد حاولوا انكم تتدربون على ترجمة الفقرتين هذولا والست بوك اللي قبل.